تفاصيل خبرنا مشاهدينا عن نائب رئيس الجمهورية الذي صرح أن إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب أولوية قصوى يتم العمل عليها بالتوازي. فقد أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر أن إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب أولوية قصوى يتم العمل عليها بالتوازي، موضحا بأنه تم توجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة بالضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في أعمال العنف والإرهاب. جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن لبحث المستجدات على الساحة الوطنية وجهود السلام المبذولة لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. وثمن نائب الرئيس دعم الإدارة الأمريكية للشرعية وموقفها الرافض للتدخل الإيراني في اليمن والمنطقة عموما، وجهودها أيضا الكبيرة في إغاثة أبناء الشعب اليمني. وعبر الفريق الركن علي محسن الأحمر عن تقدير أبناء الشعب اليمني لدور دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة الشرعية وجهودها في مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة. أشار الفريق الأحمر إلى استمرار التدخل الإيراني في الشأن اليمني ودعم طهران للجماعات المسلحة والمتمردين بالسلاح ومختلف أنواع الدعم، وطالب المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على الانقلابيين حتى يسلموا بالقرارات الدولية على أرض الواقع وتقديمهم مزيدا من الدعم للشرعية لمحاربة الإرهاب وإعادة الأعمار. وأكد نائب الرئيس أن معاناة اليمنيين نشأت بسبب الانقلاب وأن انتهاءها مرهون بخلاص اليمنيين من الانقلابيين، مؤكدا سعي القيادة السياسية لدمج اليمن لدمج اليمن في منظومة مجلس التعاون الخليجي. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر معنا عبر الهاتف الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور نجيب. أهلا وسهلا بك ومساء الخير والعافية. مساء النور دكتور نجيب. كان لقاء اليوم بين نائب رئيس الجمهورية والسفير الأمريكي عنوانه إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب أولوية قصوى، ما دلالات هذا اللقاء في هذا التوقيت؟ أولا هو تأكيد المؤكد وفقط هي يعني تأكيد رؤية الحكومة الشرعية كإطار رسمي، وأيضا جميع أطراف الشرعية بلا استثناء هم يدركون إدراك كامل مخاطر الانقلاب. إحدى مخاطر الانقلاب الأساسية هو محاولة جعل الإرهاب الأداة الموازية له بحيث يتمكنوا من تسويق أنفسهم باعتبارهم مكافحين يلاحقوا الإرهاب، لكن اتضح من خلال الانقلاب أن الحركة الحوثية والميليشيات التابعة لها هي أداة إرهابية أخرى ولم تدخل بمواجهة أبدا مع يعني مع الحركات الأخرى كالقاعدة، بل أنها عملت على تنمية القاعدة وساعدت على أن تكون هناك بيئات حاضنة في بعض المناطق رغم تواجدها فيها، وهناك أيضا أحاديث كثيرة وتقارير ومعلومات تؤكد أن هناك نوع من التواصل بين الطرفين. الاستراتيجية الإيرانية واضحة فيما يخص سياستها داخل اليمن، هي لا تبحث عن دولة ولا تبحث عن أمن واستقرار ولا تبحث حتى عن تمكين الحركة الحوثية لكي تحكم، إنما تريدها أداة فوضوية باعثة للتمرد المسلح وعملية هدم فقط للدولة. تم هدم يعني إضعاف الجيش، إضعاف الأمن، قوات مكافحة الإرهاب التي كانت يعني التابعة للدولة والتي تم اختطافها تم توظيفها لمحاربة اليمنيين، ولم يتم ملاحقة القاعدة من خلال هذه الأدوات التي استولت عليها الحوثية، بل أنها تسهم من خلال سياساتها التي تتبعها الحركة الحوثية على تنمية الإرهاب، وأيضا تساعد بشكل أو بآخر
على دعمهم بالمال والسلاح، وهناك شبكات قديمة يعني كانت تتحرك ضمن يعني المنظومة الأمنية السابقة التي تم اختطافها، واليوم هي تحت سيطرة الحركة الحوثية. يتم تشغيل هذه الأدوات، وهناك مخطط واضح لديهم بإيجاد منظومة إرهابية، ليس القاعدة وإنما داعش، وهناك تشكيلات عسكرية تابعة للحركة الحوثية تم تدريبها لكي تكون داعش، وتحاول أن تستقطب كثير من الشباب داخل بنيتها بحيث تبدو أنها داعش، وهي في حقيقة الأمر هي تابعة للحركة الحوثية. يدرك الأمريكيين اليوم مخاطر هذا الانقلاب، وبالتالي نحن وجدنا أن التحالف العربي من البدايات الأولى كانت سياساته واضحة فيما يخص الحرب يعني مسألة استعادة الدولة باتجاهين، هو إنهاء دور هذه الميليشيات ومواجهة القاعدة والإرهاب بكافة أشكاله. نعم. الأمريكيين ربما في الفترات السابقة لم تتضح لهم هذه الرؤية، لكن اليوم الرؤية واضحة بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة، وما قاله نائب الرئيس هو ليس إلا تأكيد المؤكد، وهي السياسات التي تتبعها الحكومة الشرعية، وسيتم تفعيل القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الشرعية باتجاهات حرب متوازية، باتجاه تفكيك الميليشيات ومواجهتها واستعادة الدولة، وأيضا محاربة ومواجهة كل قوى العنف أيا كانت سواء إرهابية أو غير رسمية. بما وهذا ما أكده دكتور نجيب نائب رئيس الجمهورية عندما قال بأنه تم توجيه الأجهزة العسكرية والأمنية في المناطق المحررة بالضرب يد من حديد لكل من يثبت تورطه في أعمال العنف والإرهاب. نعم، هذه رسالة واضحة بالنسبة للحكومة الشرعية من خلال نائب الرئيس، ونائب الرئيس يعني دوره واضح في مسألة بناء الجيش، وله دور ايضا في مكافحه الارهاب. هناك يعني الحركه الحوثيه وايضا اطراف الانقلاب الاخرى يحاولون ان يشككوا بدور الحكومه الشرعيه، لكن هذه الرساله واضحه، وهذا الاتفاق الموجود اليوم بين التحالف وشركائنا الدوليين في محاربه الارهاب مع الحكومه الشرعيه سياسات واضحه، ونتمنى ايضا ونطالب من الامريكان ان يساعدوا الحكومه الشرعيه على بناء قوات مكافحه الارهاب بعد عمليه الهدم التي مارستها الحركه الحوثيه في هذا الجانب، وبالتالي نحن نريد منهم ان يساعدونا فيما يخص يعني الدعم اللوجستي، فيما يخص ليس فقط يعني في التدريب وفي الدعم يعني في الأسلحة في الأدوات، وأن يكون هناك تكامل بين التحالف والولايات المتحدة والشرعية فيما يخص استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب، باعتباره هو تهديد لا يقل عن الانقلاب. تأتي أولوية الانقلاب في مسألة مواجهتها وإسقاط يعني إسقاط هذا الانقلاب، هو من أهم المداخل الضرورية والمهمة لمكافحة الإرهاب، لأنه هذا الانقلاب يراهن على تنمية الإرهاب وسيشتغل على تنميته، وبالتالي الحكومة الشرعية تدرك هذا الخطر أن الإرهاب هو المكمل لسياسات الانقلاب، وهو من يضعف الشرعية، وبالتالي سياسات الحكومة الشرعية في معاربة الإرهاب هي حاسمة، بمعنى أنها من الأولويات المهمة، لأن سقوط الانقلاب يقتضي بالضرورة مواجهة هذه التكوينات المتطرفة المنتجة للعنف والإرهاب، باعتبارها هي من تجعل الانقلاب يسوق نفسه دوليا، وبالتالي هم السهم الأول للانقلاب، ومواجهته هي في غاية الأهمية، وهذا ما تدركه القيادة السياسية، وليست تصريحات نائب الرئيس بهذا الاتجاه إلا تأكيد المؤكد، وأيضا تفعيل سياسات مكافحة الإرهاب. أشار الفريق الركن علي محسن الأحمر إلى استمرار التدخل الإيراني في اليمن ودعمه ومساندته للجماعات الإرهابية والمتمردة والمسلحة، وأشاد أيضا بالدور الأمريكي الذي هو معارض للتطرف الإيراني في المنطقة. استمرار التدخل في اليمن ومعارضة أمريكا للتحركات الإيرانية الفوضوية في المنطقة، كيف يمكن الربط بين الأمرين؟
أولا لأنه الهدف الأساسي الحاكم للسياسة الإيرانية في اليمن بعد أن فشلت في الاستيلاء على الدولة اليمنية لم تعد لديها إلا سياسة واحدة واستمرار حالة الفوضى ونشر حالة الاضطراب، وبالتالي لديها عناصرها التي تعمل في أكثر من مكان، والخلية الأمنية اليوم في اليمن هي تدير إرهاب بثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول نشر الفوضى في الساحل الغربي وأيضا تهديد المياه البحرية، السماح للقاعدة ومحاولة تطوير أدوات الإرهاب المضاد، يبدو يعني أنه يبدو أنه مضاد للحوثية لكن هو المكمل لها. الاتجاه الثالث هو استمرار تقوية الكيان الموازي للحركة الحوثية، وهذا الكيان الموازي هو سيتعامل مع القاعدة باعتبار أن الإرهاب هو الأداة الأهم التي يعني تخدم استمرار هذا الكيان، وبالتالي أنا أعتقد أنه ستدفع إيران كما دفعت في سوريا وفي العراق بدعم القاعدة بدعم داعش ثم دعم ميليشياتها ومحاولة إعطاء يعني محاولة الإيحاء ومحاولة يعني تحويل القاعدة إلى أداة لتقوية ميليشياتها، وبالتالي هذه الاستراتيجية الإيرانية المتبعة في تفجير اليمن وتحويلها إلى قنبلة يعني فيها لا يوجد فيها دولة ولا سلطة حاكمة غير الإرهاب وميليشياتها التابعة لها، هذه السياسة مدركة اليوم لدى الحكومة الشرعية لدى التحالف، مدركة لدى الأمريكيين بشكل واضح وتام، وبالتالي السياسات الأمريكية اليوم هي واضحة فيما يخص إنهاء الانقلاب وفق المرجعيات وأيضا تفكيك ميليشيات الحركة الحوثية، لأنه لا أمريكا ولا التحالف ولا اليمنيين يقبلوا بأن يكون هناك حزب الله آخر، سيكون هناك حزب يعني تكوين إرهابي لن يساعد اليمنيين على الأمن والاستقرار، وسيكون لهم جناحه الأمني الخاص الذي سيعمل بشكل أو بآخر على دعم القاعدة وربما مساعدة إنشاء حركة باسم مسمى داعش. هذه الأمور أصبحت واضحة لدى الأمريكيين والتحالف واليمنيين، وبالتالي المواجهة اليوم كما قال نائب رئيس الجمهورية لابد أن تسير باتجاهين متوازيين، هو مواجهة الميليشيات الحوثية وتفكيك هذا الكيان الموازي لأنه الطريق الوحيد والأسلم والصحيح لاستعادة الدولة، ثم مواجهة هذه التكوينات الإرهابية أو أي تكوين منتج للعنف. هذه الأمور واضحة، وبالتالي على كل القوى المحلية أن تكون سند للحكومة الشرعية، لأنه محاربة القاعدة أمر لا يقبل يعني أنصاف الحلول. سياسات الحكومة الشرعية واضحة والسياسات التحالف واضحة والأمريكان واضحة، وليس فقط الإرهاب، حتى القوى المحلية التي ستحاول أن تنتج عنف بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبررات، هذا لن يؤدي إلا إلى تدعيش المناطق الموجودة داخلها، وهذا يخدم الانقلاب ويؤدي إلى تنمية الإرهاب. وبالتالي على الجميع أن يلتزم التزام كامل بأهداف بهذا المطلب. نائب رئيس الجمهورية أيضا دكتور نجيب طالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره بمزيد من الضغط على الانقلابيين من أجل إنهاء انقلابهم والعودة عن ما أدخلوا البلد فيه كما قال، وبالتالي هل من خلال مراقبتك ترى أن للأمريكان دورا ضاغطا على جماعة الحوثي يمكن أن يعيدها إلى جدة الصواب؟ لا يوجد أي طرف دولي اليوم قادر على الضغط على الحركة الحوثية، مورست ضغوط شابدة ولم نصل إلى نتيجة، الأمر واضح، الحركة الحوثية مرتبطة بالأجندة الإيرانية بشكل مباشر، لكن بالإمكان أن يمارس ضغوط على حلفاء الحركة الحوثية، والأمريكان لديهم علاقات مع هذه الأطراف، وبالتالي ربما بهذا الاتجاه ربما يكون للأمريكان دور في ممارسة بعض الضغوط على بعض القوى المتحالفة مع الانقلاب، ولديهم أدوات كثيرة بالإمكان توظيفها في هذا الجانب، لكن أيضا الضغط على الحركة الحوثية اليوم هو موجود بالنسبة من خلال الأمريكان، لكن رؤية الأمريكان اليوم تقترب كثيرا من رؤية التحالف ورؤية الشرعية، وهو أن هذا التكوين الحوثي هو تكوين فوضوي ومتمرد
وهو يمارس إرهاب وينتج إرهاب داخل اليمن لا يختلف، بل هو أخطر من إرهاب القاعدة، لأنه أولا لم يتمكن، يعني تحول إلى سلطة سطو وهدم، وتحولت أذرعها إلى أذرع يعني لمحاربة اليمنيين، ويعني وتهديم الدولة وتهديم فكرة التحول السياسي، التحول السياسي، وتم أيضا القضاء على العملية السياسية. وبالتالي الحوثية من ناحية فعلية ما أنتجته في اليمن هو أكثر، يعني أكثر بكثير مما كانت ستنتجه القاعدة. القاعدة عبارة عن تكوينات محاصرة ومنتشرة وغير قادرة ولا تمتلك دعم الكافي. اليوم الحوثية تحولت إلى كيان إرهابي مختطف للدولة، ولديه كيان موازي، ولديه أذرعه الإعلامية وأذرعه العسكرية وأذرعه الاقتصادية، وبالتالي أصبح يشكل خطر، وكأنه يأكل سرطان، يأكل الدولة. وهذا السرطان عادة يعني سينتج عنه وجود حالة فوضى وبيئة حاضنة للإرهاب. وبالتالي اليوم المراهنة الكاملة هي على الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة. وأنا أقول أنه الضغوط السياسية لم تعد كافية، لابد أن يكون هناك ضغوط. وهنا السؤال دكتور نجيب، هنا السؤال كيف، عفوا دكتور نجيب، هنا يتساءل الكثير كيف لدول كبيرة وعظمى لا تستطيع أن تضغط على جماعة متمردة، هل عجزا أم ماذا؟ أنا أعتقد أن المنظومة الدولية يعني إذا استمرت سياساتها الناعمة واللينة والتدليل للحركة الحوثية كما حدث مع حالة حزب الله، ثم أصبح حزب الله عبارة عن حركة لإدارة الفوضى في المنطقة، لا يمكن أن يتم تكرار هذه التجربة في اليمن. وبالتالي لا بد أن تكون السياسات واضحة بما يؤدي إلى تفكيك هذه الميليشيات بشكل كامل، لأن استمرارها يعني استمرار الإرهاب، استمرار الفوضى، تهديد يعني أمن البحر الأحمر، تهديد أيضا أمن الخليج، وهذا بالنسبة للدول الكبيرة يعني يمثل مخاطرة كبيرة أيضا على أمنهم. وأنا أعتقد أن هذه الضغوط الناعمة لم تعد مجدية، والتكرار مسألة وجود حل سياسي وفق الأطروحات الإنقلابية لا أعتقد إلا أنها يعني ناسفة لأي سلام مستدام في اليمن. هناك رؤية واضحة، لدينا مرجعيات، وهذه المرجعيات تؤكد بالضرورة تفكيك الميليشيات واستعادة المؤسسات المختطفة، ثم بناء دولة يمنية جامعة لكل اليمنيين. لا يمكن قبول الحوثية كتكوين مسلح مطلقا، أي اتجاه أي رؤية بهذا الاتجاه ليست إلا تهديم مستمر لفكرة الدولة والسلام. يبدو لي أن المجتمع الدولي اليوم لم يصل، يعني أغلب أطرافه لم يصلوا إلى هذه القناعة، لكن الأمريكان يبدو أن رؤيتهم اليوم أصبحت أكثر وضوحا. الاتحاد الأوروبي لم يعني بحاجة أن يعيد تدليم سياساته فيما يخص التعامل مع الحركة الحوثية وأطراف الانقلاب الأخرى. بريطانيا اتجاهاتها واضحة. بالنسبة للروس أيضا داعمين للشرعية، لكن رؤيتهم فيما يخص الانقلاب أنا أعتقد أن لديهم رؤية ضبابية وغير واضحة. الرؤية واضحة لدى التحالف العربي ولدى الحكومة الشرعية ولدى الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات الاستراتيجية الدكتور نجيب غلاب، كنت معنا وسلطنا الضوء على موضوع لقاء رئيس أو نائب رئيس الجمهورية مع السفير الأمريكي اليوم.